محمد أبو شنب. محمد موجود دلوقتي عند الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. محمد مساء الخير يا محمد، قول لي الوضع عندك بقى وبداية مساء الخير. الاحتفالات وأهم الشخصيات وأبرزها اللي هيشاركوا النهاردة طبعا في الاحتفال. مساء الخير يا لبنى، فأيوه. مرة جديدة هنا في المرقسية أو الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، احتفالية عيد الميلاد المجيد. النهاردة بدأ اليوم بطبيعة الحال كما هو معتاد عليه، وتحديدا في السابعة ونصف مساء بدأت مراسم الاحتفالية بأجراس الكنيسة تدق في جميع المنطقة المحيطة هنا في العباسية بالكاتدرائية. ربما أبرز المشاهد وأكثر المشاهد هنا في هذا التوقيت هو الوفود التي وصلت حتى هذه اللحظة للمشاركة في هذا الاحتفال. على رأس هذا الاحتفال ربما في المقام الأول مظهر انه هو احد الداعيه الاسلاميه والفريق سامي عنان وغيرهم من الشخصيات، لعل ابرزهم اللواء احمد جمال الدين وزير الداخليه الاسبق. زي ما احنا متسامعين حالا دلوقتي مراسم الترانيم الموجوده النهارده بالاحتفاليه بدات بالفعل منذ السابعه ونصف مساء وتحديدا بعد انتهاء من صلاه العشاء، وكانت الجهات الامنيه هنا او اداره الامن المحيطه بالكنيسه اعلنت الينا انه هذا حفظا لاقامه شعائر صلاه العشاء هنا في مدينه العباسيه او في منطقه جميل. العباسيه عفوا. الوضع كما تبدو المراسم والحضور واقبال كديد سواء كان من قبل الجهه السياسيه او رجال السياسه ومن قبل اخرى اهم الشخصيات واهم وابرز الشخصيات الموجوده على المستوى السياسي والاجتماعي واهم الناس الموجوده في الفتره الاخيره. هذا الاحتفاليه هذا التوقيت يشهد في هذا المجال حتى هذه اللحظه هو مسافة أكبر من التوافد. ربما هناك معلومات أن هناك الفريق العصار وزير عفوا مساعد وزير الدفاع تنبأت إليك بعض المعلومات أنه هو الفريق أول عبد السيسي مندوب وزارة الداخلية محافظة القاهرة. أيضا وصل هناك بعض الشخصيات السياسية ربما أبرزهم مارجريت عادل والسيد فؤاد بدراوي مساعد أو المساعد العام لحزب الوفد. كل هذه الشخصيات حتى هذه اللحظة، لكن بطبيعة الحال هنا في الاحتفالية تبدو المراسم في السابعة ونصف مساء وحتى تمتد حتى الثانية عشرة من مساء هذا اليوم يا لبنى. وبطبيعة الحال نحن على مدار الساعات أو التوقيت أو الدقائق المقبلة نحن سنشهد أيضا توافد أكبر لسواء كان الشخصيات المدعوة حتى هذا التوقيت. واحنا هنفضل معاك يا محمد ومع سارة بالتأكيد ونتابع مع حضراتكم الأجواء طبعا والاحتفالات. ومرة تانية كل سنة وحضراتكم طيبين.